بسم الله الرحمن الرحيم. شكركم. أول شغلة مبروك لجماهيرنا هذا الفوز. هارد لك لفريق حطين. بتصور المباراة كانت كتير مهمة كون أول مباراة على أرضنا أمام جماهيرنا. نعرف المرحلتين السابقة لعبنا مباريات كبيرة مع أهل حلب بحلب ومع الكرامة بحمص. فاليوم كانت فرصة إنه نحن نقدم أنفسنا أمام جماهيرنا. مباراة بتصور كان ضروري الفوز فيها لحتى نتقدم على سلم الترتيب. مجريات المباراة أكيد فريقنا من بداية المباراة فرض شخصيته، فرض إيقاعه، لعبنا بزخم كبير بهدف الفوز. الشوط الأول للأسف ما سجلنا، سنحتلنا كتير فرص، لكن تصميم اللاعبين وإرادتهم أدت للثلاث أهداف اللي سجلناها بالشوط الثاني. أول شغلة على الدالي، أكيد نحن ما عندنا شك أبدا بنجوميته وبإمكانياته، لو ما سجل بأول مباراتين، لكن كنا ثقة فيه. أنا اللاعب بعرفه، وأنا هو إجى على طلب مني، أنا عارف الكواليتي اللي يمتلكها هذا اللاعب، هو هداف من الطراز النادر، وما تفاجئنا اليوم بالهاتريك اللي سجله. بالنسبة لموضوع التبديلات هذا موضوع جدلي، يعني أنا بتصور أنا ممكن ما بدل ولا تبديل، يعني دائما هو إحنا الفكرة إنه أخدين إنه الفريق الشوط الثاني لازم يبدل، لا ما لازم، إذا الفريق بيضل بوضعه البدني والفني والذهني بنضل، أنا ممكن ما بدل، ممكن مباراة تمرق ما بدل ولا تبديل، لكن نحن بعد 1-0 للأسف برجع بقول هي عقليتنا، عقلية اللاعب العربي ما بدي أقول بس السوري، بعد ما تسجل هدف بيصيبك نوع من البرود أو الفتور، فإحنا شو بنعمل؟ بنعمل تبديل ننشط شوي الحالة، بعدين عملنا تبديلين كمان لننشط حالة الوسط، والتبديل الأخير كان هو بهدف بس إشراك عبد الرحمن اللي إجته دعوة من المنتخب وميدو، وبنفس الوقت طالع على أنا الدقيقة 44 لحتى الجمهور يشجعه، يعني هو تبديل كان يعني بس بغرض هو التصفيق لعلاء الدالي، وبنفس الوقت نعطي دقيقتين لهدول اللاعبين اللي لعبوا. فهذا موضوع التبديلات هو موضوع جدلي، ما انا ما بتصور مو شرط الفريق يبدل، انا عندي هدول اللاعبين 11 اي 11 يلعبوا، مو شرط اللي بلشوا ممكن يكملوا المباراه كلها، لكن اي تراجع بدني او ذهني ممكن، لانه انت اليوم كل ما تعمل تبديل بده يتغير اكيد شكل الفريق، بده يتغير، ما بقول فريق واحد وتيم واحد، لكن إلا ما بيصير في تغييرات، لأنه كل لاعب له عقلية. مع أهلي حلب بتصور قدمنا مباراة كبيرة، مع الكرامة نفس الشيء، اختلفت شوي الأسلوب، اختلف بمباراة الكرامة عن مباراة أهلي حلب، كان في لعب مباشر أكثر، أما اليوم هو هذا أسلوبنا وهذا أدائنا. أول شيء نادي الفتوة نادي كتير كبير، ونحن أجينا بناء مثل ما قال الكابتن ضرار من شوي مثل ما حكى، بناء على طلب الكابتن ضرار وعلى الشيء اللي شفناه من الإدارة، الطموح لهذا الموسم يعني. الادوار الهجوميه ولا الادوار الدفاعيه ولا اي دور بيقوم فيه اللاعب هو الشيء مطلوب منه من المدرب. نحن منظومه عمل متكامله 11 مع البدلاء مع اللاعبين اللي خارج السكور، نحن منظومه عمل كامله من قد الشيء اللي بينطلب مننا بعد المباراه، بنطلع كل شيء مطلوب منه مهام يا بيكون راضي عنا يا راضي بدرجه اقل يا اما ما نو رضيان عنا. التسجيل والصناعه هي بيحكم عامل توفيق باغلب الاحيان، واليوم انا بظن سواء اليوم او قبل او قبل كان في ممكن سجل، يعني قلت لك هاي محكومه بالتوفيق، اما همنا واهتمامنا الاول والاخير هو النتيجه، سواء سجلت انا ولا سجل الكابتن علاء ولا حتى سجل الكابتن طه، يعني المهم نطلع ربحانين 3 نقاط، لانه انت بتعرف دورينا دوري 3 نقاط. يعني مبارك لفريق الفتوة الفوز اليوم، طبعا في النهايه بيستحقوا الفوز طبعا، بس نحن ممكن ما استحقنا الخساره الرقميه قياسا لاداء الفريق بالشوط الاول بالشوط الثاني. طبعا هي كره قدم مبنيه على الاخطاء، الاخطاء كانت يعني فرديه، عدم تركيز بالضربتين ركنيات يعني اجى منهم جولين، ونفس اللاعب لان عاطين بالاسم نحن، يعني نفس اللاعب يكون في لاعب متمركز معه في الضربات الثابته والضربات الركنيه، بس للاسف الشديد احيانا هفوه من وبتروح المباراه، واجى الجول الاول يعني بالبدايه الحاسمة الأولى، وهي أثرت علينا كثير على موضوع نحن، بس حبينا أن أول 10 دقائق ربع ساعة تمشي من دون أهداف بالشوط الثاني، ومشينا المباراة بالشوط الأول مثل ما بدنا، بس الشوط الثاني للأسف الهدف اللي إجا بالدقائق الأولى من الشوط الثاني هو أربك شوي حساباتنا. مثل ما قلت لك يعني كرة القدم مبنية على الأخطاء، وبالنهاية يعني نحن لعبنا بعتقد أصعب 4 مباريات جدول الدوري، يمكن ما خدمنا كثير، قدمنا اللي علينا، فتوه فريق يعني ما هو سهل نكلف، يعني كل اللاعبين مكلفين اكثر منه، الحمد لله يعني اول شوط نحن عملنا اللي علينا، بس ثاني شوط الجول الثاني زلنا نفسيا وحتى معنويا يعني ما بقى في جهد يعني، واخر شيء تعبنا وعملنا فرص، بس ما شاء الله يعني طه موسى شال هدفين محققين